امرئ ساقوت خدام اسلاما دان بسم جني ابدا قمكما برقى بكم سدين ورشا علماء ونسان حجة يوم همامي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفة القيامة. كتاب صفة القيامة هذا كتاب احاديث صفة القيامة احاديث وصف القيامة بچو غيظ الطهارة والرقائق والورع والرقائق والكلمات المرققة للقلوب احاديث قلبي لا فتوت تاتي والورع صدر تخافت دبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث المروية رسول الله نبي الرأو ديبم توغتاتي باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص باب ما جاء في صفة القيامة غاري وبه قال حدثنا النضر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس متان نديج بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل ما منكم من رجل إذن إلا رجل تقول لين انتان إلا امرأة إلا وإلا سيكلمه ربه ربي سايسد بسم عليك يا قياما دا وليس بينه وبينه ترجمان جد ساتي بجد ربي ساتي ترجمان ترجمان ننتان خا كلام بفسروا جد رتنتان وينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا وينظر عبدي إلا لقبرتي ربي أيمن منه مرقصان إلا لا فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه وان دبر سمال من عمله الصالح دلقا ساقاري الرافته ثم ينظر أشام منه بتا أيسراتين إلا لا فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه وان دبر سمن من عمله السيء دلقا سهم تراخته ثم ينظر لتلقى وجهه للال جياب دري ساتي فتستقبله النار ابدي سقر قلتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يقي وجهه حر النار نمني سنرى دنيا رتي دندي ان يقي وجهه فول ساتي سنمني دندي حر النار او يبدر راتي سنمني دندي ولو بشك تمرة فليفعل ودوف الطقية مرا اللي صدق اتشود ان تأتي فليفعل هذا لبوه صحيح متفق عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح متفق عليه وبقال حدثنا أبو صاحب حدثنا وكيع أبو صاحب سلم بن جناد أخجان قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث قال لما حدثنا وكيع وكيع نفوديس يوما قياتك بهذا الحديث حديث خنا نفوديس عن الأعمش أعمش الحديث أبي موان وديس خنا قابتك وكيع نفوديس فلما فرغ وكيع من هذا الحديث وكيع يقول ما حديث خنا الراوته قال من كان ها هنا من اهل خراسان قال نجي دوبا وكي من كان ها هنا ور خراسان الرامين امن ويتنا جروجي فليحتسب في فليحتسب يجم فليطلب الثواب ثوابها بربادو في اظهار هذا الحديث حديث خنا مرسي اوديسو خيست بخراسان بخراسان بي خراسان اوديسو خيتش كيسي وفيه الجهمية خراسان كيس الجهمية الاجرة ينكرون هذا لأن الجهمية جهمية ينكرون هذا كلام ربي خنني إنكارا ربي ندبت جالساني من امن حديث خنا خراسان دقي اودي سجي سن الراج اسم ابي صاحب سلم بن جناد بن سلم بن خالد بن جابر بن سمره الكوفي اسم ابي صاحب سلم بن جناد بن سلم بن خالد بن جابر بن سمره الكوفي غاري وبقال حدثنا اميد بن مهد حدثنا حسين بن عمير ابو محسن حدثنا حسين بن قيس الرحبي حدثنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامه من يم علم ادم مو غرت انسي توكل راغو يا ما من عند ربي حتى يسأل عن خمسين عن عمره حتى يسأل عن غقافة موت أم خمسين واشن الران غقافة موت عن عمره فيما أفناه حياة سامال في التأجر وخي عمره تأجر وعن سبابه فيما بلاه جردر أماته ومال في التأجر غقافة موت وماله من أين اكتسبه وريخ أي صاحد لغت أرقم سيت وفيما أنفقه مال كي سكنت وماذا عمل فيما علمه علمت تشوقوت وان مال دلائده وان براتيخ ما كم مال كيسد دلائده چونگا غافت مبتي
صحيح الدين صحيح يعني. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرابات في فرد ميتي غرابة سنداتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث الحسين بن كيس الرمل بينه حسين حسين بن كيس يضعف في الحديث من قبل حفظه بعدي برد موني قلت لكن له شواهد شواهد الجراب تدل على أنه قد حفظه حديث فزير لك قتلت من حديث أبي برزا وفي الباب عن معاذ بن جبل الرا شاهد الجرافي ومن حديث أبي برزة الأسلمي الرا شاهد الجرافي وفي الباب عن أبي برزة أبي برزة الرا تهد أخرجه الترمذي وأبي سعيد أبي سعيد الخدري الرا أخرجه البيهقي وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما فعل يسأل عن عمره كيف صفت عمره عن علمه فيما فعل وعن ماله وأما لي وريسا إيسا كسب دي دلقتي وفيما أنفقه مال كيسا توريسا كنتي وعن جسمي فيما بلاه قام سار رئيسا كقافة موتي مال كيسا قام خيفت اكنا دلومتي قال هذا حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح كأبي برز أخوني وسعيد بن عبد الله بن وسعيد بن عبد الله بن جريج وبصري وهو مولى أبي برزة وأبو برزة اسمه نضرة بن عبيد وتاباه إبراهيم الزمن الزرائن سم تاباه قال حدثنا بن نمير إلى مشي به أخرجه أبو نعيم وبقال صحيح وبقال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص باب ما جاء وان في دبته شأن حساب خرمات خيسة في والقصاص قصاص خيسة وان دبه وبقال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن نبي نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس نمديك أنت بيتو قالوا المفلس فينا يا رسول الله قالوا لنا المسلوط مفلس يجتم فينا عندنا نبرد تجدو خينيتي من لا درهم له ولا متاع نمم لك أنقمني ملك ولا متى أميشا اللي خنقمنا مما يوصل به نقدا ميشا مومالك أن أرقم سيبتوزنا من قمنا جن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ديغان أمت خياراتي آخر آدت من يأتي يوم القيامة نمقو يا قيامة له بصلاته وصيامه وزكاته بصومن ذاتي زكاة أسدلقي خلفاتي مقبولاتي ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا كيف لم توالته ويأتي ندخلوه قد شتم هذا نمي شتكوني الربس وقذف هذا خان زنادان الربس المزنا وأكل مال هذا خريخا نمي شابات إلى النات وصف قدم هذا نفسي نمي شاديق قدنا وضرب هذا خان نتومي حق عملت فيقعد فيغتص هذا فيقود دوب مفلسين سنتها فيغتص هذا من حسناته فيغتص يجن قوتم هذا خن فلت من حسناته خير لا تصرف ولتا وهذا وهذا خدنا الربسيس صنات صانف ولتا فإن فنيت صناته قبل أن يغتسم عليه يخير النساء أمت قبل أن يغتسم منه ودوك صادن الربا فمن أندرته وخذ من خطاياهم فطري عليه ثم طري في النار دلوان جلسني فود ميت دوي سر الدرب ما ثم طري في النار بالدخيس الدرب ما ديق أنما سنيج صحيح الدين صحيح مسلمي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صحيح مسلم وبقال حدثنا الناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المعاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا رب رحمتها قل قبل الشاف كانت لأخيه عنده مظلمة كانت قطاتة جوب ليس ساتي بسبلة ظلم قطاتة في عرد أو مال نعم سقيسته الدين ظلمين صن او مال نريقته فجاءه واستحله فجاءه اب ليس ساق دين صن الدفيد باذن خرب بعد رب رحمته قبل ان يؤخذ وليس ثم دينار ودو اخرة الرام فلم ننذرت وليس ثم اخرة تان دينار مال لين اذا باتي بخمو في الدانجرو
فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته. يو حسنات فقبات طي خيرا نساء حسنات صراف ودمتي. وإن لم تكن له حسنات نملوا عليه من سيئاتهم. دي لسان الرب أجي سنيجا ضعيف بهذا اللفظ لفظي خنان ضعيفا صحيح المغي والصحيح بلفظ من كانت عنده مظلمة لأخيه يجفل فليتحلله لفظي يجوتيني صحيح بخاريتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبوري. لفظي تنان ضعيفا. وقد رواه مالك بن أنس عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نحو حديث زيد بن أبي أنيس مالك وديس سعيد المقبوري. لفظي مغرت لفظي بخاري دا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لفظي يجوتني. وفي قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها. لتؤدن الحقوق لتؤدن الحقوق حقوق نيني دي فمتي إلى أهلها لتني دي فمتي حتى يقاد إشاد الجلحاء من الشاة القرناء. حقق إصاص نبابة متل إشاة الجلحاء رأتي شان يوتاتي من الشاة القرناء رأتي قافك عبد الرحمن حقق إصاص نبابة متل والكتاي سودا بجي تشادالا مولي سودا تكليفا قبدو. وفي الباب وفي الباب عن ابي ذر ابي ذر رات هذا وعبد الله بن انيس حديث ابي ذر اخرجه الطيالسي في مسنده وعبد الله بن انيس رات هذا اخرجه احمد. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح صحيح مسلم. وفي قال حدثنا سعيد بن حسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثنا المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قجون إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد يقول يوم القيامة لا في أدنيت الشمس أدوني له فمت من العباد قبروتتي حتى تكون الشمس ودون انقطعت كيد ميل قدري ميلي لا انقطعت أو اثنين تقى قدري ميلي لما انقطعت. قال سليم لا أدري أي الميلين يعني أعنى مسافة الأرض. أن بيخو جميلي لما انتنوا انتات أنا رسول الله نبي إنك صدي ميلي مسافة أرضي أم الميل الذي تغتحل به العين مقمو قرتي خولة إجان كولة سني قصداء الدان بيخوجة. قال فتسهرهم الشمس فتسهرهم الشمس أدون سن بيستي ويكونون في العرق ورقاخي سن تهن بقدر أعمالهم قدر مدلقا إساني تنهر كانت يدمات. فمنهم من يأخذوا إلى عقبيه ومنهم إساني الراتار نمله كان سقبدو غير بلماني ومنهم من يأخذوا إلى ركبتيه أنقج البلماني خور كان جيسو ومنهم من يأخذوا إلى حقويه أنقج مدي لماني خجيسو ومنهم من يلجمه إلجاما نمله كان سجنجلو أفان فتئه. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه يلجمه وقوج نبيينين أركر كسات كشارة قرقر أفاني فيتي يلجمه إلجاما إلجاما يجود خيسة جنجلت ويجور كانسوني صحيح ندين صحيح مسلمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر صحيح مسلم جفتن. وفي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن الدرست البصري حدثنا حماد بن زيد بن أيوب نافع بن عمر قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم حماد بن رب العالمين حديث نقول ورد مرفوع إيجا حماد بن زيد إيجا حكما جهة وكميدات موقوفا ليته يوم يقوم الناس لرب العالمين يشوف الصاروخ يزت ابن عمر نجي قال يقومون في الرشح قال نجي ابن عمر يقومون ناس ندابة في الرشح وكا خيس ندابة إلى أنصاف آذانهم هنگا نسبي قرات ندابة نجي موقوف ابن عمر معنى دام مرفوع اجتهادا كان يجون انتهو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح صحيح متفق عليه. وفي قال حدثنا الناس حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نبي الرحمة وغرتني تني وديس نحو الحديث المتقدم نحوي حديث دبري تم وغرتني أيوب الرا دبري نحوي حديث أيوب الرا دبري تم وغرتني وديس نافع الرا
باب ما جاء في شأن الحشر. باب ما جاء في شأن الحشر شأن أموات ولك أبو غيزوان دفي. وبكار حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة نقاب قاف من قياك يا ما لا ولك بمن حفاتا حفاتا قفير رها لك لا تهنين عراتا قجور رها لك لا تهنين غرلا كان قطانة هالة تهنين قطانة تدي بإيه كما خلقوا أكما أول مرة أمم ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد ثم قرأ نبي النكر استدلالا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يقصى يوم من الخلائق إبراهيم إبراهيم يدرؤ فما ويؤخذ من أصحابي برجال ويؤخذ يجون قبفول نقود ما سابق يرى برجال أرمتكم ديمون نقود ما ذات اليمين وذات الشمال جهاب القاقري وذات الشمال قري جهاب تأديم فأقول يا ربي أصحابي فأقول ننجدوا وللبي يا ربي خي هؤلاء يا صحابي أرنقنا سابقيا جخجها بتأغرب فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا فيقال إنك يا محمد لا تدري أتم بيت ما أحدثوا وانسان دلقا بعدك إيقات دوتي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم إذن بخديم أن توران ديم لإسلام النار منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وإن تعذبهم فأقول دوبا ننجا كما قال العبد الصالح صالح وكما قبرك صالحني إيسا لا إيسا جهنم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الرحيم ورارمت بإسم إنك أنت العزيز الحكيم إن جاء صحيح متفق عليه وبقال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان بهذا الإسناد فذكر نحوه فذكر إيجو لما شعبة عن دبته نحو الحديث المتقدم معنى حديث دبري سفيان را دبريت دبته سفيان ثوري لشيني أبو أحمد الزبيري لا يقوم شفاه على أبو عيسى أزاديث نسن صحيح أزاديث نسن صحيح متفق عليه وبقال أدنى عمد بن مني أدنى زيد بن عارون أخبرنا باز بن حكيم من نبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم معشورون رجالا مشاة قلب دين تنال تاتنين كاف مولا وركبانا قرين كيس نال يابتو تاتنين وتجرون على وجوهكم وتجرون قرين كيس نهر كفم تنفول كيس نردي صحيح ديني صحيح وفي الباب عن ابي هريره ابي هريره رات اخرجه الترمذي وابو داود والبيهقي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء عمل ساعتي عمل ساعتي